من هذه الندوة الصحفية اللي عقدناها في إطار البرنامج النضالي لنقابة مفتي التعليم أمام هذه التجاوزات والحرافات اللي عرفها إعداد النظام الأساسي في النسخة ديالو الثانية بعد ما تم إجراء التعديلات عليه. وقوفنا اليوم في هذا البرنامج النضالي هو فقط لنعبر عن يعني تضمرنا واحتجاجنا من هذه المنزلقات والانحرافات اللي عرفها إعداد النظام الأساسي والخروج على المبادئ المؤطرة له التي تم التوافق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية في 14 يناير 2023. كنا نتمنى أن تكون هذه التعديلات تأخذ يعني المصادر الإيجابي وتنصف واحد مجموعة من الفئات المتضررة في النظام السابق، ولكن للأسف انحرف المسار ديال الوزارة وديال الحكومة في معالجة هذه التعديلات واتخذ مسارا آخر ضرب في العمق الحقوق والالتزامات السابقة وأهمها المبادئ المؤطرة، دستور المملكة، الخطب الملكية، القوانين المنظمة والتشريعات الأساسية الخاصة بوزارة التربية الوطنية، في مقدمتها القانون الإطار 51-17 واللي كينص في المادة 38 صراحة على أنه بالإضافة إلى الشروط النظامية يعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج جميع مهن التربية والتكوين. هاد المادة اللي ضربت في العمق من خلال واحد المادة اللي تدرجت في النظام الأساسي وجات في محضر اتفاق 26 دو جنبير والمتمثلة في فتح إمكانية تغيير الإطار الفئات إلى إطار مفتش دون الالتزام بهذه المادة الأصيلة، أيضا في ضرب لأهمية والمكانة العلمية للمراكز ديال التكوين، وأخص بالذكر مركز تكوين مفتش التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي، بالإضافة إلى بعض الانحرافات الأخرى المتعلقة بالمهام والاختصاصات ديال التفتيش التي تم التطاول عليها وإسنادها إلى فئات أخرى دون احترام ملمح التخرج والتكوين ودون احترام طبيعة المهام والإطار. أيضا هناك منزلقات أخرى تتعلق بالحقوق والواجبات ديال بعض الفئات، كما تبعتوا معنا جميعا خلال 3 أشهر الماضية أن هيئة التدريس خرجت الاحتجاج للمطالبة بحقوقها، ولكن للأسف هناك فئات وهيئات أخرى ركبت على هذا الحدث واستغلته للضغط على الوزارة والابتزاز بهذا المعنى لابتزازها وممارسة هذا الضغط النقابي اللي دعم يعني نقول بكل صريح عبارة بتدخلات أخرى ذات طابع سياسي واخذ الملف واحد طابع آخر، يعني استفدت منه هذه الهيئات من مجموعة من الحقوق على حساب الفئة التي خرجت الاحتجاج والتي كانت يعني من الواجب أن يتم إنصافها لرأب هذا الصدع وهذا الاحتقاد والعودة إلى الوضعية الطبيعية. هذه الندوة اللي كتنظمها النقابة كتجي في سياق تعبير عن موقفها من واحد المرحلة حاسمة وصلها النظام الأساسي، هذه المرحلة التي تم فيها الانقلاب على المبادئ اللي تعتمدت في إعداد هذا النظام الأساسي واللي هو عمر طويلا. احنا كنتحدثوا على نظام أساسي راه بدا النقاش فيه حوالي من سنة 2012، فملي كنتحدثوا دابا على 2023 فهاد المرحلة كلها هي تعتبر مخاض ديال إنتاج هذا النظام الأساسي، واللي كان فيه واحد التوافق على واحد المجموعة ديال المبادئ المؤطرة اللي تحكم الإعداد ديالو باش ما يكونش مقاد على حسب مقاسات ديال الفئات او اشخاص. فاتفقنا على مجموعه ديال المبادئ اللي تاثروا واتفق عليها الجميع، وهي اللي تم او معظمها على الاقل تم التوقيع عليه في اتفاق 14 يناير. الذي حصل هو انه تم اعداد الصيغه الاولى وتم اصدارها في الجريده الرسميه، ولكن فيها مجموعه ديال الاختلالات اللي ما احترمتش في هذه المبادئ المؤطره، خاصه فيما يتعلق بالنظر الى الموارد البشريه ديال المنظومه ككل كهيئه مجتمعه عندها تكامل عندها تناغم وعندها سيرورات مهنيه اللي خصها تحترم في اعداد هذا.
ايضا سجل في انها تم التراجع على مبدا يعني الاساسي او ما يسمى بالعداله الاجريه، لان هذه العداله الاجريه هي اللي كتضمن داخل المنظومه واحد النوع من السلم الاجتماعي، واحد النوع من الرضا، واللي كيحكمها بالطبع المسارات المهنيه ديال كل فئه. اللي حصل هو انه بعد الاحتجاجات هو انه الاداره المركزيه وتحت ضغط الهاجس الامني انقلبت على المبادئ المؤطره. هذا الانقلاب كان على حساب واحد مجموعه ديال الهيئات وعلى راسها هيئه التفتيش، فتم يعني اقحام فئات في اختصاصاتها، وهذا هو الشيء الخطير. تم السماح لادخال فئات الى هذه الهيئه دون تكوين، وهذا واحد المنطق اللي قطعنا معه من مرسوم 1985. المرسوم ديال 2003 اللي معمول به في هذه 20 سنة الماضية يعني قطع مع التكوين، يعني التوظيف بدون تكوين، وبالتالي اعتمد التكوين أساس هذا التوظيف، فتم التراجع بشكل خطير على هذا، وهذا سيمس بدون شك الجودة ديال الأداء، الجودة ديال المنظومة، ويمس أيضا الحكامة ديالها. وهذه بالإضافة إلى مجموعة ديال التراجعات الأخرى هي كانت سبب ديال الاحتجاج ديال نقابة مفتشي التعليم، وبالتالي كان احتجاجها يعني وسيلة باش يتم التراجع على هذه الخروقات وهذه الانحرافات. وشكرا.